مشاهدينا الاعزاء الحلوين الطعمين، اهلا بيكم معانا في الجزء الثاني من حلقتنا اللي لسه مكمله من امبارح. احب افكركم ان اللي معانا في رحلتنا النهارده هي الاسر الحلوه جدا جدا جدا، اسره الاستاذ علي واخته ساندي ومامتهم وباباهم، مامتهم نور وحسين، وكمان اسره الاستاذ ليث واخته ان ومامتهم وباباهم، مامتهم دينا وباباهم الاستاذ وائل. تعالوا نشوف عملنا ايه امبارح ونرجع بقى على طول نبتدي مسابقاتنا وتحدياتنا اللي لسه مكملة. ويلا بينا على طول نبتدي رحلتنا السعيدة إن شاء الله. عايزين تشجعوا؟ الله ليث نط لوحده. لو عالي. سونا حاسة لو العدة ده جزاز. حكايتنا النهاردة يا أصحابي عنوانها الحائر بين الأرض وبين السماء. جينا بقى اللعبة من الألعاب اللي كنا بنلعبها كلنا وإحنا صغيرين، بابا وماما كنا بنلعبها ولا بنلعبهاش؟ بنلعبها. يعني اللعبه دي بتسمى في وبعض الاوقات يعني الاولى، وفي بعض اخر بنسميها الحجله. المهم ان احنا نعرف نلعبها. عارفين نلعبها ازاي؟ طيب يلا بينا نبتدي على طول ببابا بقى، بما انه ايه قال ايوه وكان متحمس وكده. ماشي تالتة يلا. 3 ايه ايه يا بابا؟ 2 يلا. برافو برافو. هنلف. الله الله على الرشاقه، الله على الرشاقه، الله يا بابا، الله يا بابا، الله يا بابا. يلا يا ماما وريهم شطارتك يا ماما. الله على العيله بتشجع نفسها طول الوقت. يلا يلا جمال قوي. لا فاهمه انا الحركات دي اصلا. مامي مامي يلا يا ماما. يلا ايه يا مامي؟ مامي بتعملي ايه يا ماما؟ بعمل ايه؟ لا بن كده يا ماما. ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ يلا ماشي ماشي. ها حلو قوي. ماشي كنا بنعمل الحركات دي واحنا صغيرين برضو يا مامي، فتمام. ماشي يا مامي، برافو يا مامي. يلا يلا يا ساندي. ساندي يلا خديها. يلا يلا يا شوف كده. بابا وماما اثبتوا ان هم كانوا بيلعبوا وهم صغيرين. يلا يلا يا ساندي. يلا محدش يدوس على اللاين بقى، خلي بالك. ايوه يلا. برافو ماشي ماشي. برافو ساندي. ساندي ايه يا ساندي؟ الشطاره. اه يا ساندي لا ساندي ما كسبتش عشان نطت في اخر واحده بالرجل الاثنين. معلش معلش. جرب يا علي. حلو. وقفت عند انا. استنى استنى هنعتبرها 2. يلا ابتدي بقى. يلا برافو يا علي. لا يا علي علي ارجع يا علي خسرت. عشان هي على الثانية انت المفروض تسكيب. انت دوس على ماشي فرصة تانية. المفروض ما تدوسش على 2 خالص يا علي. سيبها على 2 وما تدوسش على 2. ما تدوسش على 2. ايوه كده. يلا ارجع بقى. يلا سيبها يا ابني على 2. يلا يا علي يلا. ها داس على خلاص. داس على لاين. داس على لاين خسر. بس يعني ماشي يلا ارجع يا علي خسر. هخليك تكمل اللعبه بس انت خسرت يا علي. يلا يا علي ماشي يا علي. يلا عرفت اللعبه يا علي. خسرت يا علي. بابا وماما بس هم اللي كسبوا من الفريق ده. يلا نبدل اماكن ونخش على الفريق اللي بعده. تعالى هنا يا علي. ماشي حلو قوي. يلا 2 3 برافو برافو والله برافو. والله الله 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 الله. شطارة علي. تعمل ايه يا علي؟ ارجع يا علي. يلا يا ماما. يلا يا ماما. يلا يلا يا ماما ورينا بقى الرشاقة. كنتش بلعبها وانا صغيرة. ليه؟ اعذريني. كنت فين؟ ما كنتش بلعب في الشارع. إيه بجد؟ ايوه. ليه؟ ولا على البسطة؟ لا مفيش؟ ماشي. حلو قوي. خمسة أنا هي الخمسة فعلا. يلا. لا دي حلوة قوي. ده معناه إن أنت هتفضلي على رجلك لغاية آخر واحدة لغاية الآخر. يلا. شكرا يا جماعة شكرا. لا ده أنت مش عارفة. يلا. ها يا ماما. يعني جربها. بصي بصي الفريق التاني بيشجعك. واحد ها 2 برافو 3 ها 4 برافو برافو برافو. ها برافو جدا والله رشاقة. شفتي ما بتلعبيش في الشارع بس كنت شاطرة. يلا والله ما كنت بلعب. يلا يلا يلا
يا دودو يا دودو هتكسب لك بتقول لك هكسب لك يا ماما يلا 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 عوضي ماما يلا يلا ربيع ماشي عند الرابعة ده معناه ان انت برضو هتفضلي على رجل واحدة ارجعي وهتفضلي على رجل واحدة لغاية الاخر يلا برافو 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 يا لولو برافو برافو ماشي هعديها لك يا ان يلا البرجل ضيق قوي يلا برافو لا يا ان لا يا ان مش هعرف اعديها لك اكتر من كده يا ان بس برافو يا ان يلا يا ليث الامل فيك كده بابا بس اللي عدى كده بابا بس اللي عدى هنا بابا وماما فالامل فيك يا ليث التالته هنسكيب التالته ماشي يلا واحد اتنين خسرنا يعني مفيش غير بابا كده الفريق ده الاحمر هو اللي كسب معانا وباين قد ايه كان بيلعب وهو صغير جدا 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 يلا نروح كمان على الحيب التحدي على طول جينا بقى للعبة بتاعت الأجوان وهنشوف بقى يا سلام على الروح الرهيبة الأمهات متحمسين جداً جداً على كذا صعيد متحمسين يكسبوا مبدئياً ومتحمسين يضربوا طيب يلا هنبتدي بقى إيه هقول واحد يعني واحد واحد كده عشان الكور إيه ما تخشش في بعضها هل يا عيني عليكم جاهزين؟ إيه الصمت ده؟ إيه الوداعة دي؟ أنت هي متحمسة لك حماس ما شفتوش مع فرصة فرصتها طب يلا ريدي ستادي جو واحد ايه الحنية دي ده بعد كل ده بتعمليها له كده اهو يلا روحي هاتي الكورة روحي هاتي الكورة واحد الله الله حلوة جدا بتجيب كورتها وكورتك والنبي جميلة ومتعاونة يلا هاتي بسرعة 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 هاتي الكورة الصفرة شكرا 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 يا سلام على الحلاوة اتنين ايه دي ما كده 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 لا كده يلا ها برضو برضو ما هي مش هتيجي ها برافو حلو روح هات الكره بسرعه يلا يلا خلي انت تمسك الكره الصفر يلا برافو بسرعه 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 حلاوه يلا ثلاثة ثلاثة يلا يا نور ثلاثة في راسه في راسه مش في العارضه يلا الله حلو قوي واحد صفر الفريق الاصفر يلا ركزي يا دينا الله 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 ماشي واحد 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 مش ممكن مش ممكن ايه ده حلوه واحد واحد يلا يلا نرجع يلا هاتي الكره الصفر يلا ثلاثه يلا الله حلوه ثلاثه ثلاثه يلا روحي هاتي الكره ثلاثه الله حلوه روحت الكوره يلا هاتي سيبي كورتك وتعالي هاتي الكوره يلا اربعه برافو والله عظيم روح رياضيه رهيبه اربعه اربعه الله الله حلوه قوي قوي الكلام ده ماشي لا ما بنمسكش بايدين يلا اربعه برافو يا حبيبي بتقول يلا يلا خمسه الله حلوه قوي يلا فين الكوره الصفراء يلا يا نونو يلا يا نونو بسرعه خمسه هنا خمسه يا زينه يلا خمسه هنا الله ماشي ستة يلا يا بيبي يلا يا بيبي بتقول لك يلا برافو في ستة هنا يلا يا ان بسرعة يا ان بسرعة يا اولاد ستة هنا يلا يلا عشان نكتب برافو ستة ثاني 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 ستة حلوة سبعة حلوة قوي قوي الكلام ده اوبا الله 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 ماتش جامد جدا سبعة يلا سبعة سبعة حلو حلو تمانية من ورا تمانية الله حلوة تمانية يلا تمانية بسرعة يا آن تمانية يا دينا يلا لا الأبهات جامدة قوي يا جماعة جامدة قوي والله جامدة بيقول لك فوق فوق حاضر انتوا بتعملوا لوحدكم كده تسعة راحت ماشي يلا تسعة هنا تسعة ها حلوة قوي ماشي خد يا ماما احنا متعادلين صح؟ واحد واحد ماشي آخر كورة عشرة عشرة يلا ها حلوة قوي عشرة
الله الله متعادلين واحد واحد ماتش قوي جدا جدا جدا. يلا بقى نروح ايه والله بيسلموا على بعض وروح رياضيه جميله. هنكمل التحديات وهنرجع لكم تاني. يلا يلا يلا, يلا. وبكل ثبات انفعالي انا واقفه اهو ومستنيه اتفرج واشوف مين اللي هيوقع البرج النهارده. حد هيعترف على نفسه ويقول من الاول مين اللي هيوقع البرج؟ لا لا, اما نشوف مين اللي هيوقع البرج. هل انتوا عارفين كلكم الجينجا؟ اه. طب يلا بينا نلعبها. يلا استاذ وائل اللي هيبتدي. يلا يا استاذ وائل. يلا شجعي بابا. بالراحه يا استاذ وائل, بالراحه يا استاذ وائل. نحطها عكس عكاز بقى. ايوه كده ماشي. زوائل خلاص خلاص, هي واحده بس. اه شكرا. لا والله هنحتاجك بعدين ان شاء الله يعني نوصل تاني. يلا يا استاذ حسين. بابي بابي بالراحه 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 جدا. تهز بابي 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 بابي. ماشي احنا لسه في الاول يعني. حلو قوي, حماس رهيب في الاسره دي, جميل. يلا يا ماما. يلا يا ماما. مش بعرف العب. لا مفيش, مش بعرف. جربي, احنا عندنا كل حاجه بتتجرب هنا. لا مفيش بقى, هنشجع ماما طبعا. يلا طبعا. فين بقى طبعا؟ يلا يلا اهي دخلت اهي. ماما ماما ماما. يا خلاص يا ناس. ماما 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 ماما. ايوه يا دينا يا دينا. دينا لو شايفة ان دي صعبة, وهي صعبة فعلا لان احنا لسه في الاول, هتوقع البنية الفوقية. يا دينا جربي واحدة تانية. انا حاسة ان الموضوع صعب يعني. هو مش احنا محتاج تركيز. بتقولي قولي لها محتاج تركيز. ركزي يا ماما. ماما يا ماما صعبة برضو؟ لا 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 لا, 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 لا. انت بتوترين. لا دي اللي فاتت كنت بقى والله بس بسيف يو, بس المره دي بوتر. الله على الاسره. ايه ده, ايه ده الحلاوه دي, الروح الرياضيه دي. بيقول لك دودو. علي بيدلعك ويقول لك يا دودو. لو وقعت ما تزعقوليش. يلا يلا دي مش استنوا استنوا استنوا, هتحطيها ازاي؟ هتحطها اولا يعني انا لا لا يا حبيبتي لازم تحطيها في النص. انا مضطره تدخل كوسه كده وعامله كده كده عشان انا نفسي الولاد يلعبوا. بس ما هم مش هيوقعوها برضه. لا هم يلا يعني احطها كده. اه بس بالنص وبالراحه خالص وانت بتحطيها. الله يا رب. يا نهار بالراحه وانت راجعه. وانت بالراحه ماشي. يلا يا ماما. انا خلصت. الحمد لله. بابي بالراحه بقى. ايوه يلا يا ماما. ركزي يا ماما. يلا تهزري. مامي ايه تكتيك؟ مامي بالتكتك. مامي الله يا ماما. براحه 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 براحه. برافو جدا. براحه 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 وانت راجعه. يلا تعالي. يلا يا ان. يلا يا ماما بالراحه يا ان جدا. انا اللي هقول لك. ما تقربيش قوي يعني. عايزه عامله حته كده. انا عايزه ماشي. وصلتها يا يلا يا ان. ايوه هي ايد واحده بس. ايد واحده بس. حاولي تشوفي واحده تقدري تمسكيها بايد واحده. ان 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 شوفي من تحت شويه. تحت. اه يعني مش من تحت قوي. تحت قوي هي ان بين فوق وتحت من مخ يعني. مثلا دوري كده شوفي ايه اللي ممكن تطلع معاكي بسهوله مثلا. انا بقول لك تكتيك اللعب. اه يا ان. طب ما هو جربي تطلعي واحده من غير ما تقع منك, ولو وقعت هتبقي خسرانه عادي. هنا دي انت ايه ده عشان ده ايه الشر ده؟ لا لا ان ركزي كده. بصي شوفي كده ايه اللي ممكن تطلع معاكي بسهوله. نص يا ان نص.
بيقول لك من نص اخوكي بيقول لك من نص. انا مشكله مفيش حاجه ممكن اعملها. لا يا ان بابا بيقول لك لا يا ان بابا بيقول لك لا يا ان. نعم يا ان. ممكن طيب المكان ده استني بس هنشوف ان ممكن توقعها اصلا. ايوه ماشي مش اكيد. فين يا ماما الثقه اللي بنديها لبعضنا؟ انا نفسي اصلا قلقانه. لا يا ماما نثق. انت قدها يا لولو. يلا انت قدها فجاه بقى. انت قدها يا لولو. انا عايزه اشجع. ماشي اوكي برافو يا ان. شفتي بالراحه بقى يا ان براحه. برافو برافو. يلا راحه يا ساندي. ساندي انت اكتر واحده واثقه بس الموضوع بقى صعب جدا. هنشوف بقى يا ساندي. علي ساندي. مسخره يا علي انت. ايد واحده. انا اسفه يا ساندي. ايد واحده يا ساندي. انت قلتي انت عارفاها وحافظاها. ايوه حافظاها. ما هو معلش. لا يلا بنشجع بقى. ايه التركيز ده؟ ده ايه ده؟ تحفه. العفو. برافو. بالراحة جدا يا جماعة. الأسرة دي لازم تبقوا بالراحة يا ليلى. لا لا فوقيها. الأسرة دي لازم تشجع بعضها أكتر من كده. بص بقى يا لولو أنا مضطرة أساعدك. يا ريت. يا لا طب أنا هاخد بساعدك. لا استنى استنى يا ليلى. أهي أهي يا ليلى. بص تعالى من هنا كده. أه مش عايزة تهور. شايفة؟ أهي طلعت لك حتة منها. أهي بالراحة جدا. بالراحة جدا. برافو. لا العكس يا ليث. العكس يا ليث وبالراحة. العكس. ابعد ابعد شوية. هو ليه وقف متسمر؟ شكرا. ماشي يا حبيبي شكرا. برافو. بالراحة يا لؤي. ايه يا علي ايه التهور ده؟ والله يا علي أرجوك بالراحة. متهور قوي يا علي. أساعدك ولا ما أساعدكش؟ إيه دي؟ الجملة دي؟ ما تساعدنيش. ما تساعدنيش؟ هو اللي طلب. أنا قلت أعرض عشان أنا ساعدت ليث. مش عايز. طب يلا بس. انا في الثقة عمياء. ليس مش هينفع من هنا يا ليس. صدق ينفع من هنا يا ليس. برافو يا ابن اللذينة. علي محتاج سقفة تاني. علي محتاج سقفة طبعا. برافو يا لولو. انا دي جيم رهيبة يا علي. انا نفسي ما اتحطيتش فيها عشان بس نبقى واضحين. يلا يا استاذ وائل بقى الثقة اللي كانت في الأول دي وريني مكملة معانا لحد امتى. وائل وائل شجع يا علي. وائل يا جميل. وائل يا روحي. وائل 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 خطير. لا لا التالتة بتاعتهم دي. استاذ وائل عنده ثبات انفعالي مش عند حد. جدا اشهد. الله اكبر. بس ممكن يوقع عادي لان الموضوع بقى صعب جدا. بقى صعب علينا احنا. ايه ده؟ برافو. انا عايزه اسقف لك. والله برافو. بابي هيعمل ايه بقى؟ بابي عاجبني قوي. بابي هنعمل ايه؟ بابي هنعمل ايه؟ يلا نغني. جيت لك اهو أمنا يا سنسن. جيت لك اهو سونا يا سنسن. دي أسرة لذيذة أوي. أنتوا دايما بتعملوا كده في البيت؟ الله. طب يلا سونا يا سنسن. جيت لك أهو سونا يا سنسن. جيت لك أهو سونا. توتر أوي. عجباني سونا يا سنسن. جيت لك أهو. سونا يا سنسن. جيت لك أهو. ما ينفعش بعد التشجيع ده توقع. معلش يا بابا هي بإيد واحدة مؤاخذة يعني. وسونا يا سنسن. جيت لك أهو. عجبني أوي. عاجبني حماس الأسرة. عندهم شعار كمان. الله أكبر. الله أكبر. الله يا سنسن. مش ممكن. أي 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 أي. إيه ده؟ واو واو. جيم صعب قوي. دينا. بتقولي في مواقف. انا اوريدي متوقعه اللي هيحصل. انتوا مصرين. لا انا عايزاكي تبقي عندك ثقه في نفسك. انا عندي ثقه زهره. انا بتكلم وانا واثقه. انت نفسك متوتره. انا متوتره بس ابتديت افهم ايه اللي هيحصل حالا. يعني عندي 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 اكسبكتيشن يعني. والله اعلم برضو.
انت كنتي ماشيه صح عامه؟ اه يعني بس انا منين؟ انا قلقانه من لما تيجي تحطها. علي علي ما تحطيش. انا بقول قلقي يعني. لا يا دينا مش هقدر اقول لك، انا قلت لك مش عارفه ليه اتخضيت، مع اني برضو عارفه، مع اني كنت عارفه ولا جتني شكه كده. احنا طبعا خسرنا التحدي على ايدينا دي، اكتر واحده كانت مش واثقه في نفسها يعني، وعشان كده هي برضو وقعت. anyways تعالوا نشوف التحدي اللي بعده ايه، ونشوف مين هيعمل ايه تاني. جينا لاخر تحدي معانا، واخر تحدي بيكون تحدي البالونات اللي هو ما فيهوش توقعات، وهنشوف مين من البنات اللي هتعرف توصل للبالونه الزرقاء اسرع. جاهزين؟ جاهزين. وانتوا جاهزين تشجعوا؟ جاهزين. طب يلا بينا، ريدي ستيدي اند جو. لا ارجعي يا قلب، ما تتحركيش. الله ما تتحركيش، ما تتحركيش، محدش يتحرك غير لما اقول له. برافو، اتحركوا خطوه واحده بس. ها ها برافو، ما تحركيش ما تحركيش ما تحركيش، خطوه واحده بس، خطوه واحده بس، انت خطوه واحده بس، انت الاثنين متعادلين، خطوه واحده يا بنات، خطوه هنا ها بس، يلا برافو، خطوه كمان، خطوه كمان، انت خطوه كمان يا ساندي، خطوه يا حبيبتي، طلعي خطوه بس هنا، يلا يا ان من اللي تحت، يلا اقفوا هنا انتوا الاثنين، اخر واحده انت لسه زي ما انت، يلا اقفي انت هنا خطوه كمان، انت فين؟ ماشي اقفوا هنا من الارض، اقفوا هنا يلا، ده ما اخركم، اخركم هنا. خلصت ساندي على الموضوع، تعالوا نشوف مين هيعمل ايه في البلاي ستيشن. شطاره، حلاوه، طعامه لذيذه، برافو. جينا بقى للبلاي ستيشن، وعندنا بقى الاستاذ ليث والاستاذ علي هيعملوا سباق عربيات، ونشوف مين اللي هيبقى بيكسب في السباق ده. جاهزين؟ ايوه بقى، طب يلا ريدي ستيدي اند جو. طبعا ليث اللي معاه العربيه الصفراء، وعلي اللي معاه العربيه الحمراء، اجري يلا. مين؟ ليث اللي كاسب. اه ليث مركز، مركز قوي. ايه ليث ده؟ هو بيلعب بلاي ستيشن كتير؟ ليث بيلعب بلاي ستيشن كتير؟ لا لا. امال ايه التركيز ده؟ ايه العمق ده يا ابني؟ اه معلش بس في ال11 اجري. ايوه يا علي كده، برافو. في بنك، في بينكو 10، فرق 10. يلا يا لولي، برافو. يلا يا علي، يلا قربت تبقى في ال19 اهو، بص اهو في حد. اه لا لا معلش، ايه التركيز ده يا علي؟ معلش يا ابني كمل كمل. قبل البنزين قرب، عندك بنزين، مشكله في البنزين. لا معلش معلش، لما تلاقي في النص حاجات خدها عشان البنزين. اهو اهو خد دول بقى، فول يا ابني فول، هتلاقي اوت اوف يو بنزينك خلص. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ بنزينه خلص. مشكله دي، مشكله مشكله دي. يلا يا برافو عليك. معلش يا لولي، حصلت معايا قبل كده، نسيت افول. معلش خلاص انت هتمثل، تعالى اقعد هنا. الله، طيب احنا كده الحمد لله عربيته وقفت بنزين اساسا، وده يخلينا نبقى دايما فاكرين ان احنا نفول عربياتنا يا جماعه، انه خطر جدا ان احنا ما نبقى ماشيين عربيه من غير بنزين. خلصنا البلاي ستيشن، وهنروح نكمل لعبنا ومسابقتنا وحكايتنا.
كونكت فور النهارده معانا امهات والولاد. هل احنا جاهزين؟ جاهزين. ماشي نبتدي الفريق الاحمر على طول. يلا بينا. شجع مامي. برافو. يلا الفريق الاصفر. لا بسرعه. ايه ده؟ ما جاتش. الفريق الاحمر. مامي جاهزه قوي وقاعده مترستقه. الفريق الاصفر. يا ليس ما بتشجعش مامي ليه؟ يلا. اوبا قفلت عليك. ماشي يا اصفر احمر. عاملين تيم ورك انتوا. بتديها الكور بسرعه. اصفر يلا احمر. فاضل لك كوره هنا. فاضل لك كوره هنا. الاحمر فريق الاحمر. استني انا الاول. ماشي العبي اصفر يلا. استني انا الاول. استني الاخر ما دخلتش. والاخر ما دخلتش. يلا الاصفر بسرعه يا ليث. يلا دي الماما. يلا شطه مامي. يلا يلا احمر. لا 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 كانت هتخش. يلا اصفر احمر. ماشي اصفر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. برافو 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 برافو. كده يبقى الفريق الاحمر هو اللي كسب. الله على الروح الرياضيه والمشاركه الجميله. يلا نروح نشوف يحيى والكوزه هيقولوا لنا ايه النهارده. يا خلابي احضن احضن. أهلا بك يا أصحابي. دلوقتي البالون هيخدنا ويطير في مغامرة جديدة مع يحيى وكنوس وسينو في عصر الدولة الحديثة. يلا بينا نشوف. المرة دي كمان زيارة المتحف كانت مختلفة لأننا رحنا متحف الطفل وشفنا مجسمات للآثار المصرية بطريقة الليجو. مصر فيها متاحف بتضم آثار من كل العصور اللي مرت عليها، مش بس الحضارة المصرية القديمة. في المتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف الأقصر ومتحف الفن الإسلامي والمتحف اليوناني الروماني في اسكندرية ومتحف خوفو. المتحف ده لحصر مقتنيات عهد الملك خوفو؟ مش بالظبط كده يا سينو. متحف خوفو بيضم تقريباً قطعة أثرية واحدة لكن ضخمة ومش موجود زيها تاني في العالم كله. مركب الملك خوفو. مركب الملك خوفو لقوها في حفرة عميقة جنب الهرم الأكبر، وبعد اكتشاف المركب وإعادة تركيبها بقى المكان ده اسمه متحف مركب خوفو. ملوك كيمت كانوا برضو يا أولاد بيهتموا بالحضارة اللي سابها الملوك والأسر اللي قبلهم ويضيفوا ليها ويحافظوا عليها. يعني ممكن يكون معبد اتبنى في عهد وتلاقي فيه أسماء وتماثيل ملوك من اللي حكموا في عهود تانية، زي ما حصل في معبد الأقصر. بناه الملك أمنحوتب الثالث وأضاف ليه كتير الملك رمسيس الثاني. الملكين هنا كانوا من عصر الدولة الحديثة. وإيه الفرق بين عصر الدولة الحديثة والعصور اللي قبله؟ عصر الدولة الحديثة واحد من أجمل عصور كيمت اللي حققت فيها انتصارات وتواصل مع حضارات دول تانية وتقدم في مجالات كتير زي العمارة والزراعة والأدب والخطط العسكرية. بعد نهاية الأسرة 17 بوفاة البطل المصري الملك كاموس في معركته مع الهكسوس، قدر الملك أحمس الأول إنه يقضي عليهم بسلاح متطور كان هو كلمة السر في الحرب. العجلات الحربية هي اللي حققت التفوق في البداية للهكسوس. الملك أحمس كان قائد ذكي، صمم وطور عجلات حربية خاصة لجيشه قدر بيها ينتصر في حربه ويوحد بلده من تاني. رغم إن عصر الدولة الحديثة بيضم 3 أسر بس وهم الأسرة 18 و19 والـ20، إلا إنهم أهم وأشهر ملوك كيمت اللي حققوا انتصارات وتوسعات كبيرة كانت في العصر ده. ومين تولى الحكم بعد أحمس ياسينو؟ ابنه الملك أمنحوتب الأول، وبعدها تولى الملك تحتمس الأول الحكم وقدر يحمي حدود كيمت الجنوبية ويوسع مملكة كيمت. وأكيد تولى بعده تحتمس الثاني زوج الملكة حتشبسوت. كانت لسه ما بقتش ملكة. حتشبسوت كانت سيدة قوية لكن ما قدرتش تغير إرادة الملك تحتمس الثاني اللي كان مصمم على تولي ابنه تحتمس الثالث الحكم من بعده. عشان كده بعد ما تحتمس الثاني مات عينت نفسها وصية على تحتمس الثالث وبقت هي الملكة. هو ده بالظبط اللي خططت ليه ونفذته حتشبسوت يا كنوز. لكن بعد مرور سنين كتير كبر تحتمس الثالث
وقدر يكون ملك قوي لكيمت. ليه بيقولوا ياسينو إن تحتمس الثالث من أقوى الملوك اللي حكموا كيمت؟ لأنه كان قائد عسكري قوي وعبقري، واهتم بجيشه وخلاه جيش نظامي، وزود عدد الجنود والعجلات الحربية، وانتصر في معارك كتير زي معركة نجدو، وقدر يتوسع بالحدود لحد بلاد ما بين النهرين. ده غير براعته السياسية في حكم البلاد وقتها. كان في عصر الدولة الحديثة ملوك أقوياء كتير زي الملك سيتي الأول والملك رمسيس الثاني. طيب وليه عصر الدولة الحديثة ما استمرش وكيمت فضلت قوية يا سينو؟ بعد الملك رمسيس الثالث، آخر ملوك كيمت العظماء، واللي قدر يقضي على آخر خطر لشعوب البحر المتوسط وقراصنة الشردنة، دخلت كيمت في فترة صعبة مع وصول الأسرة 21 للحكم بسبب ضعف الحكام واستخدام المرتزقة في الجيش والحرب. بعدها قدروا يبقوا أقوى ويكونوا الأسرة 22 ويحكموا كيمت. طيب والملوك من الأسرة 21 للأسرة 31 ما قدروش يعملوا حاجة؟ في منهم حاول استعادة أمجاد أجداده من الملوك العظماء زي الملك بسماتك الأول، لكن حصل اللي ما كانش عامل حسابه. هاجم جيش الفرس واللي على رأسهم الملك قمبيز كيمت، وقدر يضمها للإمبراطورية الفارسية. بس أنا قريت يا سينو إن المصريين القدماء قدروا يطردوا الفرس من بلادهم. ده اللي حصل يا يحيى، لكن بعدها دخل الإسكندر الأكبر وبقت جزء من مملكته. وطبعاً بعدها بدأ العصر البطلمي في مصر. صح يا كنوز. عارف يا سينو، في العصر الحديث برضو مصر تعرضت لأكتر من احتلال، لكن شعبها وجيشها قدروا يهزموه، ودلوقتي إحنا جمهورية مستقلة ليها جيش حر وقوي من سنين طويلة. ها بقى هنلعب إيه؟ الأول نشوف مامتكم طبخة إيه النهاردة. رحلة سعيدة. قولولي بقى إيه رأيكم في حكاية النهاردة؟ حلوة قوي. انتوا عارفين يا أصحابي إن الملك سيتي هو والد الملك رمسيس الثاني؟ سيتي الأول له أثار كتير قوي زي معبده اللي في أبيدوس، واللي اسمها دلوقتي محافظة سوهاج. ودلوقتي خلصت حكايتنا، استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة. جينا بقى نعمل اكل وحاجات حلوه، وكمان ميلك شيك النهارده بالكراميل لذيذ قوي قوي. ايه عايز ده حماس. طب بقول لك ايه علي، انت عامه بتساعد مامي في البيت وكده في الاكل؟ بتعمل ايه؟ محشي. يعني بتلف في المحشي ولا بتعمل خلطه المحشي؟ خلطه المحشي. بتقعد تقلب معاها يعني؟ اوكي. بس ازاي هو ازاي حط دي في الفيشه؟ حطينا في الفيشه عشان هنعمل دلوقتي الميلك شيك يا ابني. وانت بتساعد ماما؟ لا خالص. طب ايه رايك اعلمك حاجه تعملها مع ماما؟ حاجه لذيذه ومغذيه ولطيفه. ايه رايك نعمل ميلك شيك كراميل؟ ماشي. طريقه لذيذه قوي. بصوا بقى احنا عاملين ايه. ده ايه يا اولاد؟ سوداني. لا ده ايه؟ مكسرات. لا برضو ده بسكوت احنا مقطعينه. فانتوا هتجيبوا بسكوت وتقعدوا ايه تفتفتوا فيه وتقطعوا فيه كده. ماشي. بس احنا ايه اوريدي مجهزينه. حلو قوي. حلو قوي. نجيب ايه بقى الخلاط بتاعنا؟ ها ونقوم ايه الايه البسكويت. هتحط البسكويت. ادلق البسكويت. استنى بس ايه صدق. مش كله يعني، حط حبه. ها يلا استنى، هو هيحط البسكويت وانت هتحط حاجه تانية. ماشي ماشي. هنبقى ننظف. حلو قوي كده. حلو قوي كده. ممكن حبه كمان بس ثواني. ايوه ماشي. بس شكرا شكرا لايد حضرتك. ونحط اللي احنا مش عايزينه تحت. طيب نعمل ايه تاني؟ انا هنحط التلج. يلا حط تلج. حط تلج كده بقى. تلجه تلجه حبه حبه كده. اي كده كده.
ايوه كام تلج كده عشان يبقى ساقع وحلو وجميل. طبعا ده تلج فهو ايه ماسك في نفسه. حلو واحده كمان بس، وانت كمان واحده كمان. حلو قوي قوي قوي، حلو قوي كده. ازاي بس؟ ايوه كده حلو كده، ده هيخليه ساقع. ماشي نحط ايه كمان؟ ده ايه ده؟ اللبن. اللبن، حط اللبن بس خلي بالك وانت بتحط. يلا انا بساعد اهو. يلا ها برافو. حلو قوي حلو قوي قوي قوي. لبن بس طويل مع لبن. اه مع لبن مع ايه؟ مع 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 تلج لغايه دلوقتي. ونقوم حاطين ايه فوق؟ ده ايه ده؟ كراميل. كراميل. انا بقى أنا. ماشي حط معلقه، انا خايفه. ماشي حط معلقه كده. يلا حلوه قوي قوي قوي. انتوا اصلا بتحبوا تشربوا ميلك شيك بالكراميل ولا بالايه؟ لا. طب انتوا عارفين ان انتوا ممكن بالموز مفيد جدا، وممكن بقى بدل الكراميل يبقى فيه شوكليت مره، فانيليا مره. عايز تحط انت كمان معلقه؟ اوعى تشغل وانا فاتحه، اوعى. ماشي طب انا هحط معلقه كراميل كمان عشان يبقى ايه؟ انا هفتح. انت هتفتح ايه؟ ده. استنى بس اقول لكم هنعمل ايه. هنقفل الاول قبل ما نفتح، ونقوم متاكدين ان الخلاط مقفول، وبعدين نقوم خلط. ماشي حلو كده حلو كده حلو. شكرا حلو. يلا كفايه ولا ايه؟ محضرين ايه بقى هنا؟ محضرين الكوبايات بتاعتنا الحلوه اللي احنا بنحط فيها الميلك شيك بتاعنا، وحاطين فيها حبه ايه؟ كراميل من تحت، شايفينه؟ حلو. هنقوم عاملين ايه بقى؟ صابين العصير التحفه ده. انت بتشرب ايه من غير اه ده حماس. ثانيه واحده ثانيه واحده، لا لا ما تساعدنيش وانا بصب عشان ايه؟ بس كده حلو قوي. ماشي وهنا افتح. انت ما ساعدتنيش ليه يا علي؟ افتح دي. سوري ايه بس؟ يلا بس خلينا تحت كده، نحط الباقي هنا. حلو قوي كده كده حلو. عايزه اشرب. ماشي هنمسح الدلق في الاخر طبعا. انا حاسس ايه؟ ماشي استنى انت قفلت. طيب حلو قوي. وبعدين بنعمل ايه قبل ما استنى؟ ما تقلبوش ما تقلبوش. هنعمل ايه قبل ما نقلبه كده اهو؟ هنقوم الاول نرجع دي مكانها. عن اذنك يا استاذ علي ممكن تشيل ايدك؟ علي طعمه حلو؟ طعمه حلو؟ طب سيبه كده لقدام وارجع ورا لورا. سنه ورا سنه لورا. ايوه ونجيب الخلاط بتاعنا كده اهو علشان الدوشه بتاعتنا. ومهم جدا 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 ان احنا ننظف المطبخ. هننظف هننظف المطبخ ايه؟ لما نيجي نعمل الاكل التاني بتاعنا. بس كده احنا خلصنا، نقفله بقى. ايوه مامي مامي هناك مستنياك تدوقها العصير الحلو ده. ايه رايك؟ دوق كده دوق كده. بتعمل تحط ملح دوق. يلا حلو حلو. طيب روح ده واقول مامي، وهنشوف بقى البنات هنعمل مع بعض ايه النهارده، وننظف اللي احنا عملناه ده. جينا بقى ونشوف هنعمل ايه ناكله النهارده بعد ما عملنا العصير الحلو ده. دوقتوا العصير صح؟ اه حلو قوي صح؟ صح. طب ايه رايكم؟ ما ديتوش؟ هدوهولك. يا سلام هنعمل عصير تاني اصلا. بس ايه رايكم بقى اقول لكم على سلطه لذيذه لذيذه مش عاديه هنعملها النهارده ونتعلمها. سهله قوي ان احنا نعملها لوحدنا من غير لما ماما تساعدنا، ومفيده جدا 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 جدا. هنعمل سلطه الحمص بالجزر، بس هنشوف مع بعض هنعمل ايه. انا هطلب من حضرتك انك تفضيلي الحمص هنا، وشويه جزر بساط هنا، وشويه بقدونس هنا، وشويه بصل هنا، بس الحمص كله. اوكي هديكي بقى يعني ايه؟ حطي كل الحمص. كل الحمص اتفضلي معلقتك. انا وانت بقى يا استاذه ساندي هنعمل ايه؟ هنعمل الصوص او الدريسنج في اقوال اخرى. طيب محتاجين ايه معانا في الدريسنج؟ حطي يلا اشتغلي. حطي بقى الحمص. لا حطي كده يا احنا لسه هنعمل كده. حطي كده على طول. اوكي ونقول خلصيه نزليه تحت. هنا بقى الدريسنج بتاعنا هنعمل ايه؟ ايه ده بقى يا استاذه ساندي؟ ده عسل. ده عسل. هناخد معلقه عسل حلوه كده اهو. اوكي ماشي. وبعدين بعد لما ناخد معلقه العسل، هي معلقه يعني احنا محضرينها، هناخد شويه ماسترد. دي مسترده برضو، دي معلقه هنفضيها. اوكي وبعدين هناخد شويه ثوم، اكيد مش كله كده مثلا. حلوين قوي كده. وبعدين معانا ممكن تساعديني يا سندودي نحط دول تحت؟ شكرا. دول حلوين كده.
حلو قوي كده. استني بقى نحضر الدريسنج واجي لك حالا. شويه بقى ايه يا سندودي؟ كمون. انت مركزه في الدريسنج عشان تعمليها في البيت صح ولا ايه؟ كمون، شويه ملح، بصوات كده اهو مع العسل بقى عشان يبقى سويت نصور، وده فلفل اسود. ايوه، واحنا خلصنا دول ممكن ننزلهم تحت. شكرا يا ست البنات. الاكله دي بقى فيها فيتامين الف، ممكن ننضف برضو ورانا هنا مناديل هتلاقيها تحت. بيحمي مثلا العين، بيقلل خطر الاصابه بالعدوى والفيروسز والحاجات اللي احنا كنا متضايقين منها طول السنين اللي فاتت دي. واحنا في الشتاء بقى ناخد بالنا مثلا، تخلينا يبقى عندنا ايه، ما يبقاش عندنا برد مثلا. شكرا يا ست البنات. يلا خلطي بقى الدريسنج كويس قوي 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 قوي. والجزر بيقوي الايه؟ النظر. النظر عشان كده بيحمي العين وبيظبط الدنيا. حلوه قوي الحبه اللي انت حطيتيهم دول. ممكن نزود شويه بقدونس وشويه جزر تاني يا استاذه، ايه رايك تساعديني؟ احنا مش عايزين المعلقه دي، حطها في الطبق. ممكن مثلا شويه جزر عشان الجزر بيقوي الايه؟ النظر. النظر، فهتبقى افيد لو نخلي الجزر. ليه بقى الجزر؟ علشان بيقوي النظر. غير ان هو بيقوي النظر، كل ما حطينا الوان في السلطه دي معروفه بقى، دي قاعده بقى نعرفها كده، لما نحط الوان في السلطه كل ما فايدتها بتبقى تزيد. ايوه ازيد بالظبط. الله عليك يا ست البنات، برافو يا ان، حلوه قوي. ايه اكتر سلطه بقى بتحبوا تاكلوها اصلا؟ سلطه الخضار. الخضار العاديه؟ لكن عليها ليمون. عليها ليمون، والليمون مهم على فكره. ممكن نحط الليمون هنا طبعا. انا بحب احنا النهارده عشان الدريسنج بتاعنا برضو فيه ماسترد وكده، واللي انت بتحبيه تقدري تزوديه، بس يعني هنا الدريسنج المظبوط يعني المظبوط بالوصفه هو اللي احنا لسه عاملينه ده. حلو قوي. ممكن شويه ايه، شويه بقدونس تاني هيدوا تكست. ولازم يتقلب جامد. قلبيه كله كله كله، ما تجهزي قولي لنا. في بصل يتحط ولا لا؟ احنا حاطين بصل حلو صح ولا عايزه تحطي بصل تاني؟ انت بتحبي البصل الكتير؟ حط بصل تاني. ماشي نحط بصل. يا سلام، بصل مهم قوي ومفيد قوي، انا قلت يعني عشان ما ضايقكوش. طب ايه رايكم بقى لو عملتوا السلطه دي في البيت؟ سهله قوي صح؟ قولوا بس ماما تجهز لكم الحمص، وانتوا تبشروا الجزر او ماما تبشره، ونقطع شويه بصل، نعمل الدريسنج بتاعنا، تبقى حاجه مفيده وجديده كمان، نوع سلطه جديد صح؟ اكله حلوه. اكله حلوه. ننضف هنا، احنا جاهزين بقى للدريسنج، حضرتك جاهزه؟ ماشي يلا بينا. نحط بقى ايه؟ سوري، حطي الدريسنج. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، ايوه حطي الدريسنج كله كده. استني. شكرا 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 شكرا. نحطه بقى تحت. ايوه نحطه تحت اللي خلصناه. اول باول طبعا في البيت بنحطه في الحوض ونغسل المواعين على طول عشان ما نسيبش المطبخ لماما، مش بنبقى داخلين نساعدها وفي الاخر ايه نبوظ لها الدنيا ونسيب لها مواعين اكتر. هنحط دي فين؟ والدنيا فوق بعضها. تحطيها تحت في الطبق. اوكي دلوقتي احنا السلطه بتاعتنا جاهزه على الدوقان. انتوا جاهزين تدوقوا؟ ماشي هندوق طبعا، بس عايزه اقول لكل الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، اكله بسيطه سهله جدا مفيده جدا، فيها عسل، فيها ماسترد بيدي طعم حلو، فيها حمص، فيها جزر، فيها بقدونس وبصل، وطبعا الدريسنج فيه توم اوريدي، ومفيده جدا 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 جدا. جهزناها في قد ايه؟ اقل من 5 دقايق والله، اقل كمان. هندوق بقى احنا طبعا كده اهو، احنا مع نفسنا احنا نحب ندوق قوي اللي احنا بنعمله ونتاكد بنفسنا قد ايه الاكل جميل. وبكده نبقى وصلنا طبعا لنهايه الرحله بتاعتنا. هنروح نغني اغنيه حلوه ونرقص عليها وندوق الاكل بتاعنا ونقول لكم ايه، باي باي. قول لهم باي باي وندوق. باي.